عسلامة 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 عسلامة. خدت مدير واحكم وسيلة محمودي، مكونة مركز تكوين مهني ولاية تونس. زهرة بن عويدي، مكونة في ولاية تونس. سعاد عبد الكافي، مكونة في مركز الفتاة الريفية بمورناك. مش تسمعوا منا أغرب القصص. احنا مرحبا بك. والعنف ضد المرأة ملا يا سيدي. احنا يا سيد قيس سعيد يمارس علينا عنف اقتصادي كبير جدا منذ 30 سنة. الملف متاعنا يتراوح في رئاسة الحكومة وبين رئاسة الجمهورية، واحنا ملقيناش حقنا. نحن ناخد متابعين مجالس الجهوية بالولايات تحت إشراف الاتحاد الوطني للمرأة. الاتحاد الوطني للمرأة يقول لك أنا سلطة إشراف، ما عندي حتى دخل فيكم. ورئاسة الحكومة تقول لك لازم يخرج أمر سياسي من قيس سعيد. يا سيد الرئيس، نطلبوا منك التدخل العاجل في هذايا الملف. راهو مستحق، هو قرار رئاسي. احنا 90 امرأة، ميزانيتنا تقدر ب2 مليارات، يقع من وزارة التنمية للولايات والولايات للاتحاد، واحنا قعدنا ضايعين. نحن نعاود مكونات مراكز التكوين المهني تابعين المجالس الجهوية، مانيش تابعين الوزارة. طالبين تدخل عاش في بلاد تحترم نفسها وتحترم المرأة. قسم هذا اتحاد المرأة هو اللي قسمها، ما احنا نورمالمون كيما وزارة التكوين. المكونات يخلصوا في 1,200,000، واحنا قداش نخلصوا؟ 400 دينار. عندكم 30 سنة وشهيد بالأقدمية. انا واحدة من الناس باش نخرج انتريت مع نكمل السنة برك. ما شاء الله التلامذة اللي خرجوا على يدينا توا بالبروجي نتاعهم دنيتهم. احنا يعلم بينا ربي ما عندناش الحق في قرض، ما عندناش الحق في الفيس جو بي. يقول لك تخدموا في النوار تحت الحيل، نخدموا في النوار ما تابعين الدوله. في الاخر داش يقول لك وقت يسمع بكم قيس سعيد رئيس الدوله تو الوالي عمرو ما يجينا. وقت داش يقولوا لنا وقت يسمع بكم قيس سعيد وياخذ القرار فيكم تو وقت نسمعوكم. لذلك احنا بلاغ عاجل سيد رئيس الجمهوريه. رانا مكونات عندنا اكثر من 30 سنه كونوا في الفتاه الريفيه، ميزانيتنا تخرج من وزاره التنميه وتمشي للولايات. الولايات شو يقول لك؟ انا ما جانيش قرار من رئيس الدوله. لذلك يا سيد الرئيس خذ بخاطرنا واسمعنا وشوف الموضوع نتاعنا. راهو بداو يستهزئوا بينا ودهنا تابعين الدوله. زورنا اجا زور مركز الفتاه الريفيه بمورناك تو تسمع اغرب القصص واغرب القصص. احكي لنا شو باش نقول لك؟ 30 سنه وانت تخدم لا عندك لا فيش دو بي، لا عندك زيادات، لا عندك حتى شيء. ما عادش رضيتوا بها الخدمه؟ مش حكايه سناني، احنا عندنا 30 سنه وهو يقعدوا فينا. ما تقوليش علاش رضيتوا بها مدام، خاطر انت كيف تكون فتاه ريفيه وتجيك طفله تقول لك كل عام تقول لك باخذتك مثل اعلى. تحب خدمتك؟ نحب خدمتي ونحب نوصل. رانا نحن إيه احنا امنيتنا تعرف شنو هو؟ باش رد اعتبار قبل رئيس الدوله. اليوم اللي قبلنا باش اللي قال لنا شكون باش يسمع صوتكم يسمعنا. يا رئيس الدوله اسمعنا وقابلنا. هذاك شو طالبين؟ اكاهو سامحني ميما، انا نداء القيس سعيد، الرجاء 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 يقابلنا يجينا يزورنا في لي سونترات نتاعنا، والا حتى ما يقابلش هو. معناتها يعين انسان اللي مسؤول، معناتها عنده معناتها عنده السلطه معاه هو، ويوصل له المعلومه اللي باش يشوفها علينا واللي باش يسمعها منا. احنا اللي احنا معناتها مضطهدين اقتصاديا ومعنويا وماديا، معناتها من كل الجوانب من كل الجوانب من كل الجوانب. صدقني انا واحده من الناس اللي نكلم فيك 17 مارس انا خارجه 17 مارس 2023 نخرج انتريت. معناتها نخرج انتريت ناخذ معناتها 200,000 ولا ناخذ 300,000 بعد واش 40 سنه. معناتها انا واحده من الناس من 21 انا نخدم. معناتها هذا راهو مش معقول يا سيد الرئيس، اللي راهو مش معقول حتى طرف، وخاصه في عهدك انت وفي عهد الوقت هذا اللي عشناه معاك انت، واللي انت قاعد معناتها تنظر في برشا حاجات وتصلح في برشا حاجات وتواكب في برشا حاجات. لو ما تمش حتى زياره منك شخصا عيننا انسان اللي يوصلك علينا احنا شنو اللي عايشين وشنو اللي نشوفه فيه. والواليه الولايه تقول لك الاتحاد، والاتحاد تقول لك الولايه. 30 سنه ولا 40 سنه رانا مانيش ساكنين، قاعدين نتصرفوا، قاعدين نشكيوا، قاعدين نوصلوا. لا انه حتى الدخل الشهري ضعيف برشا. على الاخر مش كبيره، تعرف شنو هي؟ مش ازمه فلوس، راه ازمه قرار. احنا عندنا الميزانيه موجوده، 2 مليارات في 90 امراه ماهيش حاجه كبيره راه 90 امراه، لكن ازمه شنو هي؟ قرار. في الاخر شو يقول لك؟ يقول لك ازم رئيس الدوله هو اللي يدخل مباشره ويخرج قرار من عنده هو، اللي انتم تتبعوه وزاره التكوين. قداش يقول لك في الاخر يحط لك العصا في العجله.
ويقول لك حتى يسمع بيك رئيس الدولة، وإن شاء الله يسمع بينا رئيس الدولة. يا رئيس الدولة عندك مركز في في مرناق اسمه مركز التكوين المهني للفتاة اللي فيها بمرناق مقابل القباضة، إجا زورنا والله تو تسمع أغرب القصص على 90 امرأة يعني شو يصير فيه؟ نفس الوضعية الكل، كنا نفس الوضعية في كل ولاية. سمحني سمحني من بنزرت بن قردين نفس الوضعية بالعل بالعل، فما زميلاتنا مكونات يقعدوا بالعام يقعدوا بالأربع شهور بالخمسة شهور ما يخلصوهمش من غير خلاص، وتصور معناتها شنو، ويخرجوا من ديارهم يخرجوا من ديارهم ويواكبوا ويحلوا سونتر ويخدموا ويكونوا فك البنايات من غير شهرية. يا سيد الرئيس الرجاء الرجاء الرجاء، وفما دوسي يا سيد الرئيس تخدم وحاسين فما عدة طرق تخدم بها، ما الدوسي هذه ملف قاعد راقد في رئاسة الحكومة، قال لك إلا قرار من عند السيد الرئيس، معنا احنا ما عند السيد الرئيس، السيد الرئيس هو مخدوم أمور واضحة وعلى أساس قانونه مخدوم، وصلونا معلومة، المسؤولين وصلونا معلومة، قانونه الدوسي هذه قاعد ناقص حاجة واحدة بركة قرار رئاسي. يا سيد الرئيس قرار رئاسي، رئيس الدولة لازم يعطي أوامر للولايات يسمعوا المكونات ويعطيوا فينا قرار. خاطر احنا في رئيس الاتحاد قالت لك انا سلطة الإشراف ما عندي حتى دخل فيه. انتم ثلاثة عندكم نفس الطلب؟ كنا نفس الطلب 24 ولاية نفس الطلب 24 ولاية نفس الطلب 90 امرأة نفس الطلب. هو تسويت وضعينا اخراج قرار من عند رئيس الجمهوريه بخصوص تسويت وضعيتنا، اسم يخرج قرار مغاتي خاطر عام 96 خرج قرار مغاتي، اسم هو يخرج قرار من عنده هو. ونطلب امنيه هي سيد الرئيس يقوم زياره، اجى زور مركز الفتاة الريفيه بمرناك، عندك فوق ال 100 تلميذه تتكون في المراكز هذيك، اجى اسمع وتشوف اغرب القصص واغرب الحكايات. طالبين تسويت الوضعيه والزياده في الاجور، زياده في حقكم، طالبين حقكم، طالبين حقنا، طالبين حقنا، مانا متمتعين بحد شيء كمراه تونسيه، وكان احنا نخرجوا نعملوا نقعدوا في ديارنا، شوفوا قديش البنات تخرج حاشيكم تفسد وتهمل، اللي مساكن اللي ظروف اجتماعيه اللي لموا البوم طلقين اللي يتيمه اللي ما قراتش. جاوا المركز اللي فاتت فيها بمرناك، جاوا اسمعوا تو تسمعوا، هاني قلت لكم جاوا لمرناك وتو تشوفوا. عينا من السونتر تاع مرناك هذايا هاو قريب في تونس وامور واضحه وكل هذايا عينه من مراكز التكوين المهني اللي من بنزرت لبن قردير. عندنا مكونات ميتريزا وتاخذ في 520 دينار في الشهر ميتريزا. كلكم في السالير هذا اقل اقل فما حتى 70 30 هذه تفوتني ب 20 انا نفوتها ب 30. بشهيدهم هما في وزاره التكوين مليون و400، بشهيدهم هو نفس الشهيد في وزاره التكوين مليون و400، خاطر في عام 96 طلع قانون يقول راهو كيما يتزاد في التكوين يتزاد للمكونات هذوما. وقت بالاشراف الاتحاد ما يساعدوش، القانون هذاك قال لي ما يساعدنيش، وغاديك قاعدة الحكايه اللي هو حاجه بسيطه يعني تجم نفس القانون يطبق هذا بما ان مكونات. وربي ان شاء الله يسمعنا قيس سعيد، ان شاء الله يوصل، ان شاء الله يوصل يا رب يا رب، ان شاء الله الطلب هذا يوصل قيس سعيد، ويا رب ان شاء الله اللي ما وصلش لقيس سعيد مباشره ان شاء الله يتيح في ولاد الحلال اللي يوصلوا له اللي يوصلوا له اللي يوصلوا له، وبارك الله فيكم.